صوتك حلو، خله ينفعك. تعال الرجل لا يوكلك، لا يوكلك خبزه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتلي بها يا صاحب الصوت الجميل. ماذا بكم؟ خله ينفعك، تفضل الى قريه السعاده. خله ينفعك. وش العلم؟ العلم سلامه. السلام عليكم. تكلموا اللغه العربيه. يتكلموا جميع اللغات. ان مايك مغلق وتفضلوا هنا. انا احبك مغلق. يا الهي، وهذه عاده لا تركها في اغلاق المايك. هل تسبنا دون علمنا وعلم المشاهدين؟ الله حيهم. اهلا بك يا ايها الكحلي. كيف حالك طال عمرك؟ مرحبا. اهلا الله. هذا الرجل صوته جميل ما شاء الله، وشكله جميل ما شاء الله، ويملك من الحنيه الشيء الكثير. فهو رجل بائع المساويك في هذه القافلة. أنه بائع مساويك؟ والمساويك نعم، هي من الأشياء المميزة، فهو يدخل الملايين كذلك من الدراهم. هل تود أن تسمع منه عملا باللغة العربية؟ أنه نسمع. ما هو نسمع؟ حسنا. يا سيدي تفضل. هل أنتم مستعدون يا سادة؟ نعم. حسناً حسناً، أبشروا بسعادتكم. هل نشكشك ولا ممنوع؟ لا لا لا، بدون ما هذا؟ الله جميلة في طياتها. توني أريد أن تكون باللغة العربية. أمر ولا تجعلنا نستنزف. أمر على الديار ديار ليلى، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقى شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، ولكن حب من سكن الديار. شاب جميل، ولكن أريد. ما رأيك يا شاب حبيلة بصوته؟ أداؤه جميل، ولكن أريد أن أصحح لك، وأنت لا تحتاج إلى تصحيح لغوي. إنها الدياري وليس الديار. الدياري؟ الدياري. حسن السعودي. أتعيد الكوبليه الدياري، ولكن أنت جميل كعادتك. شكرا لك. لذلك نود أن نقول لك أهلا بك في استمراريتك في البلد. نعم، نحن هنا ولا نزال وسنبقى. أهلا بكم. شكرا لكم. شكرا لله. ماذا؟ ارحاها لبت بوك. ارحب شرب السعي. يا عبد الله البقن انت معي. ارحب يا غلام. ارحب اهلا بك. ولا انت، انني تعبت معك كثيرا، كلما احاول ان ارفع. وعليكم السلام. استب قليلا.